ضرورة انخراط الدول العربية في منظومة بطاقة الهوية الموحدة من شأن تعزيز منظومة الأمن القومي، هذا أهم ما أكد عليه المؤتمر العربي الرابع لمديري إدارة الأحوال المدنية المنعقد في مقر الأمن العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. الرقم الواحد راح يكون كل مواطن عربي يحمل هذا الرقم. الرقم في بعض الدلالات اللي تدل على مثلا الدولة الجنسية للشخص، راح يكون في دلالة على عمره مثلا، راح يكون في دلالة على مثلا المنطقة اللي هو يعيش فيها، وطبعا بالإضافة إلى السيريال. طبعا الرقم الموحد ذي رقم يكون قد يكون موحد وأوحد، يعني لا يمكن أن يحمله شخصين. ممثلي رؤساء مكاتب مديري إدارة الأحوال المدنية أكدوا خلال مؤتمرهم الرابع هذا على ضرورة توحيد الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال التعرف عن قرب على بيانات السجلات المدنية واكتشاف تجارب دول متطورة لتحسين المنظومة الأمنية للدول العربية. احنا دائما ندفع ان كل المواطنين والمقيمين على أراضي الدول العربية يقتنون هذه البطاقة، لأن البطاقة هي اللي تسهل عملية المتابعة الأشخاص انتقالهم من منطقة لمنطقة، فهي تساعد على محاربة الإرهاب أكثر منها أنها تساعد. لذلك احنا دائما نوصي أن نشدد على قضية التزام المواطنين والمقيمين بالاقتناء هاي بطاقة الهوية، بالإضافة أن هناك سجلات الأحوال المدنية هي اللي تحتوي جميع البيانات اللي يمكن تحليلها ويعني معالجتها، بحيث أنها تساعد في قضية مقاومة الإرهاب. تحرص الأمن العام لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال اجتماعات المتواصلة مع أصحاب القرار صوب المؤسسة الأمنية بمختلف الدول العربية على توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل دول آمنة ومجتمعات بلا إرهاب.